يطبقونها. الكلوروفيل، مادة الكلوروفيل هي التي تعطي لون أخضر للنباتات، فهي موجودة في كل الذي ما نأكله طازج مثل فلفل، فلفل أخضر، ومثل بعض السلطات، وتوجد في كل ما هو أخضر، يعني الكرنب وهذه الأشياء الخضراء التي نستهلك فيها كلوروفيل. والكلوروفيل هي مادة واقية من السرطان، مادة واقية من السرطان. وكان من قبل كنا نأكل أوراق كثيرة، الآن أصبح الناس لا يأكلون الأوراق. مثلا البقولة، هذه البقولة كان الناس يأكلونها، هي غنية بالكلوروفيل وبالحديد، يعني جيدة، يعني حتى بروتينات فيها عالية. وكان كثير من الأشياء التي يأتون بها من الحقل على شكل أوراق خضراء أو على شكل خشاش الأرض، كانوا الناس يأكلونها كثير، كانوا يطبخون ويأكلون. الآن أصبح الناس لا يأكلون هذه الأشياء، وهي في مادة الكلوروفيل التي تحفظ الجسم من سرطانات. نحن يعني هذه المحاضرة قسمت أنا الشطر الأول مسببات سرطان، والشطر الثاني كيف يمكن، يعني يجب أن نأتي بالبديل، يجب أن نأتي بالحل، ليس نأكل نقول كلام هكذا، لكن هناك حل موجود، فممكن أن نستبدل هذه المواد السامة بمواد طبيعية، وأدلكم على المواد الموجود فيها مواد ضد السرطان. الفيتوكيميكولز هي المواد التي تتحلل مع الضوء، فهذه المواد هي موجودة في العسل وفي زيت الزيتون، في كثير من المكونات، ولكن في المغرب يعني أركز على العسل وزيت الزيتون. إذا اشتريتم أو إذا اقتنيتم زيت الزيتون أو عسل من نوع جيد، فلا تضعونه في قنينات شفافة، لأن الضوء يفسد زيت الزيتون ويفسد العسل، فضعوه في أشياء مظلمة مثل الخزف، وضعوه كذلك في الظلام، يعني في البيت مكان رطب يكون مظلم أحسن، يبقى الزيت صالح لمدة 10 سنوات. أما إذا وضعتهم في بلاستيك وكان يصيبه الضوء فهو يتأكسد، وبعد 3 أو 4 شهور يصبح غير صالح للأكل، والعسل كذلك يتحلل ومفعوله ينقص ويصبح غير شافي، لا يصلح للشفاء ولا حتى للغذاء. فيجب أن ندقق في الأشياء حتى يعني نخرج بنتيجة. فإذا ما يعني تمكنتم من هذه المواد، فالزيت والعسل هي من المدخرات المنزل، وهي مواد يعني طبية هائلة، غذائية لكن طبية كذلك، فيها قسط طبي جيد. فممكن أن إذا استهلكتم زيت الزيتون بدل الزيوت الأخرى تنقصوا من تعرض السرطان بكثير. إذا استعملتم عسل جيد تأخذونه يعني كشراب أو كأكل، أو لما يعني تأتون إلى النوم أو تعطي النساء أو الأطفال، فيحفظ كذلك من 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 سرطان. وبعض المنتوجات هي غريبة جيدا في علاقتها مع السرطان. إذا قلت لكم أن الصبار، هذه التي نسميه في المغرب الهندية، الصبار ضد السرطان، وهو كذلك يمنع العقم عند الرجال وعند النساء، هو يخصب جيد، لأن المناطق الموجود فيها صبار، دكالة، العونات، بنقرير، ودمنات، هذه النواحي اللي موجود فيها صبار بكثرة، أن النساء هنا ما كاينش العقم، قليل جدا لا في صوف الرجال ولا في النساء، ثم أنهم يلدون بكثرة، ولكن السرطان قليل في هذه النواحي. سرطان قليل في هذه النواحي، حتى أن الأشخاص بصحة جيدة وعلى أحسن ما يرام. وبحث الآن وجدنا أن هذه مواد ضد السرطان موجودة في حبوب الصبار، وهي أكاد أصنفها الفاكهة رقم واحد، الفاكهة رقم واحد، ثم يتبعها التمور، ثم العنب، ثم نصنف يعني التمور كذلك، التمور كذلك طبيا هي جيدة، ولكن أكاد أصنف الصبار هو أعلى جودة من الفواكه الطرية التي ممكن أن تقدمها للضيوف أو أن تستهلكها بكثرة. ليس الموز وليس التفاح وليس الإجاص أو فواكه أخرى، إنما الصبار هو أعلى جودة. من البيتا كاروتين أو الفيتامين أي، هو موجود في يعني المواد الغذائية الحمراء أو الصفراء مثل الجزر، وكذلك موجود في الطماطم، والجزر يعني هو الموجود في أعلى. ثم الفيتامين سي هو موجود في البرتقال، لكن موجود كذلك في الفلفل الأخضر، فلفل أخضر في 5 أضعاف تركيز فيتامين سي بالنسبة للبرتقال. ثم الفيتامين إي موجودة في الزيتون، توكوفيرولات موجودة في الزيتون، هذه كلها مواد واقية ضد التأكسد وضد السرطانات. الفيتامين اي موجودة في الحبوب، يعني الحبوب على خصوص الجرم، هذا يعني الحبوب القمح والذرة والشعير. السيلينيوم موجود في الرز، في الرز موجود في كثير من الحبوب والخضروات، منها البصل والطماطم
وسمك والنخالة كده هو موجود في القشرة، موجود سيلينيوم يقي من السرطان، مادة السيلينيوم. الدايتاري فايبر هي الألياف الخشبية، وأعلى يعني أعلى نوع من الألياف الخشبية موجود في التمر، تمور. والتمور هذه النوى داخل التمر، نوى التي ترموها إذا طحنتموها وأكلتموها فهو أحسن نوع من الألياف الخشبية، يعني إن فيها فوسفور وفيها كالسيوم، ثم فيها ألياف تحول دون الإمساك وكذلك تقي من السرطانات. يعني العظم، نعم، نواة التمر، نواة التمر إذا طحنتموها أكلتموها يكون أحسن، ففيها طب، فيها مواد طبية، لأن كل الأشياء مخلوقة بحكمة، مخلوقة لغاية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كل شيء مخلوق بتدقيق. العنب إذا أكلتم، إذا أزلتم القشور والحبوب فأنتم أكلتم سكر، سكر وماء. إذا أكلتم القشور والحبوب فقد أكلتم طب، شفاء، لأن الشفاء موجود في القشور وفي الحبوب، هكذا يعني، هكذا. البلوط كما قلت، الكرسيتين موجودة في القشور أكثر ما هي موجودة بالداخل، ويعني أشياء كثيرة. زيتون مثلا، زيتون إذا كان مر، إذا كان مر فهذا المذاق المر هو القسط الطبي الموجود في الزيتون. إذا كان الزيتون ليس مر، يعني الآن أصبحوا يضربونه بالصودا، يعالجونه بالصودا، إزالة المرارة، ديزاميريزاسيون، أصبحوا يعالجونه بالصودا. فالزيتون الآن الصودا تتلف مادة الأوروبيين، فأنتم تأكلون تبن وليس زيتون، لأن المادة الطبية يعني أصابتها الصودا وضيعتها الصودا، أتلفت الصودا. المعالجة الزيتون بالصودا لا يصلح للاستهلاك، بل يصلح للقتل، فهو يقتل. فإذا أردتم زيتون طبيعي جيد فاشتروا الزيتون وخمروها أنتم بأنفسكم في دوركم، 80 أو 90 أو 100 كيلو، ها، اضربوها بالحجر أو بالسكين ثم مع الملح، وأكلوا زيتون جيد طبيعي 100%. أما أن تشتروا زيتون معالج بالصودا فهو يقتل، فهو يقتل، لا يصلح لشيء. فعلى الأقل لا تشتروه، على الأقل لا تشتروه، تحفظ صحتك من هذه الأشياء لأنه لا يفيد. ثم كما قلت هذه الفايبر، الألياف موجودة في التمور وموجودة في نوى التمور أكثر ما هي موجودة في التمر، لكن إذا أكلتم تمور بكثرة ففيها مواد طبية هائلة. التمور فيها الأوسيتوسين بالنسبة لنساء الحوامل، لا 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 يجب أن ينتظرن حتى قبل الولادة ليأكلوا تمر، منذ الشهر الأول حمل، منذ الشهر الأول تأكل المرأة، تأكل تمور 250 300 500 غرام إذا كانت ميسورة، تأكل تمور أكثر من نصف كيلوغرام في اليوم مدة الحمل. لما تضع، تضع طبيعي جد 100%، لأن مادة الأوسيتوسين هي التي تتكلف يعني بالرحم، بتقلصات الرحم، وهي التي ستجعل الولادة تكون على أحسن ما يرام، وفيها مكونات تجعل المرأة قوية، يعني فيها اليود، فيها الفيتامين بي، يعني السيانوكوبالامين، وفيها ألياف خشبية ضد الإمساك والقبض، والنساء الحوامل يشتكين من 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 القبض، وفيها سكر، يعني الجلوكوز تمتصه بسرعة، والألياف، يعني كل شيء يعني في هذا في التمر جيد للمرأة وكذلك للجنين داخل الرحم. فيجب أن لا تنتظر المرأة الشهر الأخير أو قبل الولادة، بل تأكل تمر منذ الشهر الأول بكثرة. ويعني من النساء من جربنا هذه الطريقة، وكان الأمر على أحسن ما يرام 100%، كانت الولادة طبيعية وبشكل جيد. الشعير ليس الشعير المستورد، شعير مغربي، الشعير المغربي الذي تعرفونه طبيعي، هو غني بالحديد وجيد لأصحاب السكري. أصحاب السكري إذا اشتكوا من خبز القمح فليأكلوا شعير، فهو جيد شعير، حتى أن فيه مادة، هذه البيتا غليكان، مادة تشبه الأنسولين، تحل محل الأنسولين في الشعير، وكذلك ضد السرطان. فإذا أراد الشخص، كان عنده أنيميا من الحديد، عوز من الحديد، فالأطباء ينصحون بالعدس، وأنا أنصح بدجاج طبيعي بلدي والشعير، وكذلك يعني العدس يأتي في المرتبة الخامسة، كذلك عسل داكن، العسل داكن غني بالحديد. فهذه هي منتجات المصادر الأساسية، ليس الإسبانخ كما تسمعون، هو كذب، ليس الإسبانخ وليس العدس، فالعسل الداكن والشعير والشعير والدجاج طبيعي، هذه عناصر أساسية في بالنسبة للحديد، حتى أن كان هذه الأشياء كانت تعطى للمرأة التي تضع، وكذلك للطفل لما يختن كنا نعطيه مرق دجاج بلدي فيه حلبة وفيه عدس كي يشربه، لأنه يستعيد ما أضاع من الحديد
لأن الدم يضيع الحديد. فلماذا لا نرجع لهذه الأشياء وهي الآن أقرها الطب، أقرها الطب الحديث، أصبحت يعني جارية مسائل بالنسبة لعلم الحمية وعلم التغذية، فأصبحت مسائل يعني علمية وحديثة وجيدة ننصح بها الناس. فحتى عيادات علم الحمية الآن ننصح الذين أجروا عملية جراحية أن يأكلوا دجاج طبيعي بعد العملية الجراحية، هو جيد يعني. الأطباء كانوا ينصحون بهذا، لكن لما أصبح الدجاج تغير فأصبحوا لا ينصحون بهذا الدجاج، فعلى الأقل سكتوا عن هذه. لكن إذا كان الدجاج بلدي، هذا دجاج طبيعي، فممكن أن يأخذ الشخص بعد العملية الجراحية مرق دجاج بلدي يشربه، يكون جيد لأنه سيستعيد الحديد الذي أضاعه في الدم، ومكونات بروتينية جيدة ستساعده إن شاء الله على يعني على أن يكون يعني يستعيد على الأقل على الأقل ضغط عادي. الناس يعني إذا كان تحت التغذية بالسيروم فعلى الأقل هذا الشخص لا يبقى تحت التغذية بالسيروم لمدة أسبوع، يعني مدة 5 ساعات أو 6 ساعات، فممكن أن يتفادى هذه الأشياء بعد 10 ساعات. فالبروبيوتيكس هذه مواد جيدة الآن حديثة، أن بعد التخمرات من البكتيريا اللبنية هي تعطي مواد صحية. لما نخمر الحليب ونمخض هذا الحليب نحصل على لبن وزبدة طبيعية، فهذا اللبن فيه مكونات جيدة للجسم. لكن الناس لا يستهلكون لبن الآن، أصبحوا لا يستهلكون لبن، واللبن هو أعلى ما يكون في درجات التخمر بالنسبة للمواد الحليبية أو المواد اللبنية. اللبن أعلى من كل المكونات. ثم الزبدة، هذه الزبدة التي كنا نستخرج ليس فيها، يا إخواني، ليس فيها كوليسترول. الزبدة البلدية، الزبدة التي نمخض الحليب المخمر طبيعيا، ليس فيها كوليسترول، لأن البكتيريا اللبنية تزيل الكوليسترول، يعني تأخذ الكوليسترول وتتغشى به البكتيريا اللبنية، تسمى بالإنجليزية كوتين، يعني تتغشى بهذا الكوليسترول وهي تزيله من الزبدة. ولما نخمر الزبدة أو نملحها لتصبح سمن، فالسمن فيه 0% من الكوليسترول. ومن الناس من يقول أن حتى السمن يعني حللناه في مدينة الدار البيضاء ووجدنا فيه كوليسترول، لأنه سمن ليس من الزبدة الطبيعية، إنما من الزبدة الصناعية الأخرى أو ربما مغشوش أو شيء من هذا القبيل. لكن سمن العريق الطبيعي القديم المغربي المعروف ليس فيه، بل هو دواء السمن. وننصح بأصحاب الربو اللي عندهم ربو أن يأكلوا سمن هذا إذا كان جيد، يجب أن يتحروا جودة هذا المنتوج. إذا كان جيد، إذا كان سمن يعني الذي نسميه السمن حار، هذا إذا كان جيد فيستهلكوا أصحاب الربو، فهو جيد لأصحاب الربو. فبعض الأشياء التي أضيفت للتغذية وأصبحنا الآن نشتكي منها، حديد في الطحين، فيتامينات في الزيت، ريبوفلافين في الحليب، أصبحنا نشتكي من الحديد. نأتي الآن على بعض الحبوب التي تعرفونها جيد وهي طبية، حبوب نافعة ولكن لا يستهلكها الناس. حبوب منشطة مثل الفلاكسيد، تعرفوا هذه، يعني الصورة من جيد، زريعة كتان، تعرفوها لولا، هذه حبوب جيدة إخواني ضد الكوليسترول، حبوب تخفض الكوليسترول، وحبوب ضد السرطان، حبوب تنشط الجسم، تسخن الجسم جيدا، يعني هذه تنشط الجسم. هذا الفلاكسيد، يعني الأبحاث الآن ما شاء الله حول هذه، يعني حتى الألياف الخشبية، هذه الألياف الخشبية ديال الفلاكسيد هي جيدة بالنسبة لأصحاب القبط والإمساك. ولا لماذا لا يستهلك الناس هذا المنتوج في المغرب؟ نحن ننتج في المغرب، ننتج هذه الحبوب، لماذا لا يستهلكها الناس بكثرة وتعطوها للأطفال وللنساء؟ وحتى المصابين بسرطان يجب أن تدخل هذه في الوجبة الغذائية اليومية. وزيت الأسماك، المغرب منتج للأسماك، لماذا لا نستهلك هذه المنتوجات الطبيعية؟ والمغرب عليه بدل بلد منتج للأسماك ولا يستهلك أسماك، هذه مصيبة، يعني لا يستهلك أسماك، لماذا؟ لا لا لا, لا ندري. حتى وزارة الصيد البحري الآن عاجزة عن إيجاد حل لتسويق الأسماك داخل يعني في البادية، داخل الدواوير وداخل بعض المدن النائية التي لا يصلها سمك. فممكن أن يعني علينا أن نسوق سمك داخل الوطن وأن نستفيد من منتوج وطني. الأونيون، هذا الجارليك هو الثوم الأحمر، لكن الآن أصبحنا نستورد ثوم ونتخوف من هذا الثوم إذا كان مغير وراثيا، نستورد بكثرة من إسبانيا الثوم. فإذا كان مغربي طبيعي جيد فيأكل به الناس، لماذا لا يطبخوا به؟ أو على الأقل الأشخاص الذين ظهرت لديهم أعراض مثل سرطان أو مثل أشياء مثل هذا القبيل، فيجب أن يكون الأكل يعني نظام غذائي فيه ثوم أحمر، يساعد بكثير على تسريع الشفاء. هذه المادة تعرفونها كثير، ولكن على إن النساء
أصبحت لا تطبخ بهذا لهذه المادة. هذه مادة ضد السرطان، مادة عجيبة، لكن في يعني عوض هذه المادة فأنتم تشترون كيس صغير الذي تكلمت عنه منذ قليل، كيس صغير فيه مادة صفراء تضيفونها للأكل، وهو المادة القاتلة التي لا ننصح ولا نريدها أن تستعمل في الطبخ المغربي، وتتركون هذه التوابل العجيبة التي تقي من السرطان. بريفنتيف، كانسير بريفنتيف، يتحد وتكبح ظهور سرطان، على عكس الإبزار. الإبزار هو يظهر يسرع سرطان، إبزار يسرع سرطان. فالأشخاص المصابين بسرطان يجب أن لا يقربوا الإبزار، شيء خطير بالنسبة لمادة السرطان. سيليبينين موجودة في الخرشوف وفي العلين، مادة الخرشوف ولا حتى في ثمار الخرشوف، والسيليبينين هذه تزيد في الأبوبتوزيز، معناه أن حتى مناعة الجسم ترتفع. ومن طبيعة الحال بروستات كونسير يعني ليس بروستاتا فحسب، وإنما أنواع أخرى من 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 من, من السرطانات. الريزفيراترول، مادة الريزفيراترول هي الموجودة في قشور العنب التي تكلمت عنها منذ قليل، موجودة في قشور العنب وفي حبوب العنب بكثرة، والريزفيراترول تخفض من كوليسترول. ولذلك تسمعون أن بعض المضللين يقولون أن الخمر تفيد أصحاب كوليسترول وتفيد أصحاب قلب الشرايين. ليس الخمر، ليس الكحول، إنما مادة الريزفيراترول الموجودة في العنب التي تكون في الخمر. هم استعملوا هذه الحقيقة العلمية ليضللوا الناس، ليقولوا للناس يشربوا الخمر فإنها تقي من أمراض القلب والشرايين. لا يمكن أن يكون الخمر شفاء أو دواء، لا يمكن، من المستحيل، فهو داء وهو رجس، ولا يمكن أن يكون أن يشفي من الأمراض. فالخمر فيه مادة الريزفيراترول، نعم، لأنها أتت من قشور العنب، فإذا أكلتم قشور العنب وحبوب العنب فمادة الريزفيراترول موجودة في العنب طبيعيا، وهي تقي من سرطان وتخفض كوليسترول، تخفض كوليسترول يعني بشيء ملحوظ. وأصحاب قلب الشرايين يكونوا مرتاحين إذا تمكنا من استخراج هذه المادة، استخراجها كيماويا وبيعها للناس بثمن ولو مرتفع لكي يأخذوها أصحاب قلب الشرايين، فممكن أن لا يجروا العملية، ممكن أن لا يجري العملية، فهي تحول دون انسداد الشرايين ودون ظهور هذه الحصى داخل الشرايين لتسد جريان الدم. الشاي الأخضر، كما قلت، الشاي في حمض التانيك، والشاي مادة طبية، ولا تثقوا بالأكاذيب التي تقول لكم أن لا تشربوا شاي بعد الأكل فإنه يشد الحديد، فهذا كذب وباطل، ليس علم. نحن نقول اشربوا شاي يعني فهو يهضم ويساعد الهضم وجيد للقرحة المعدية وضد السرطان وحتى البشرة، هذه البشرة فهو يغير البشرة تصبح يعني بشرة يعني تكون صفراء أو بيضاء، فهو يعطي بشرة جيدة، بشرة عربية يعني كبشرة المغاربة الذين يشربون الشاي. يعني وانظروا الهنود عندهم يعني نعم جيد للبشرة. وهذا حمض التانيك في الشاي، حمض التانيك يلعب أكثر من الكلوروفيل بالنسبة للسرطان، فهو كابح للسرطان. وأنا أقول بأن ما ينفع المغاربة الآن، الذي ينفع المغاربة في 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 عدم ظهور السرطان، هو أنهم يشربون شاي بكثرة. هذه رحمة من الله، وعادة جيدة، عادة غذائية جيدة في المغرب. على الأقل الشاي الآن كيلقى علينا واحد 30% ديال السرطان، الشاي لوحده، لأننا نشرب شاي بكثرة. عليهم بسكر ولا بدون سكر، يعني السكر ينقص من حياة وينقص، نعم نضيف سم للشاي. والله أنا أقسم لو شرب الناس شاي بالعسل فوالله أضمن لهم أن السرطان لن يظهر عليهم ولن يشيخوا أبدا. ضد الشيخ يعني يكون بالتمر، نعم لما لا، نعم لأن معتاد المذاق الحلو اعتاده الناس، فإذا كان شاي بالعسل يعني ممكن أن يتعودوا. أنا أعرف أطباء هنا في الرباط، أطباء يشربون شاي بالعسل تعودوا عليه وأصبح جيد. يعني أساتذة في مستشفى السويسي يشربون شاي بالعسل، وعلى أين وهم يعرفون، الأطباء يعرفون هذه الأشياء. فلو شرب الناس شاي بالعسل لا يمكن أن تظهر عليهم أعراض. وإذا أضافوا التمر، كما قلنا أضافوا التمر بعد المواد زيت الزيتون ويعني دجاج طبيعي وأشياء أخرى، فلا أظن، وأنا أضمن لهم أنهم لن، إن شاء الله لن يذهبوا إلى الطبيب ولن يمسهم الحديد حتى يلقوا ربهم. هذه يعني ضمانك. أما إذا بدأنا نخلط الأشياء ونأكل أي شيء ونستهلك أي شيء، طبيعة كما قلت هو غريزة في الشخص. لما يعني يفرح بك شخص ويقدم لك دجاج مشوي جيد، هو دجاج مزارع أبيض، دجاج أبيض، فلا يمكن أن تقول لا، يعني تمد يدك وتأكل، يعني هذه أدبيات وأعراف مغربية، لا يمكن أن لا تأكل.
لا لا العسل سنتكلم يعني منا ان شاء الله غدا تكون محاضره متكامله، ما لازال ان نوصل للعسل. القرين تي الشاي يجب ان نمر بسرعه لان علي الليل. الفينيغريك هي الحلبه، لو علمتم ما يعني لو علمتم مزايا الحلبه لكنتم تزينونها بالذهب، لكنتم تزينونها بالذهب الحلبه. انا لا اقول للناس تكون في المطبخ، بل اقول للناس ان يحملوها معهم في جيوبهم، ان يحملوها في جيوبهم وان ياكلوها طيله النهار، ان يمضغوا حبوب الحلبه ويبلعوها. هذه هي جيده لكل، انها هي هرمونيه، الحلبه هرمونيه تسوي الهرمونات داخل الجسم وتسخن الجسم جيد، ويعني تريح الجهاز الهضمي. من فيه غازات، اذا كانت فيكم غازات في الامعاء او عندكم اشياء في المعده او، فاكلوا حلبه لمده، سترون ان بعد اسبوع ان شاء الله تاكلوا حلبه بعد اسبوع لن تبقى هناك غازات، لن يبقى هناك انتفاخ في الامعاء، لن تبقى هناك اعراض في الجهاز الهضمي ابدا. وتساعد الامتصاص بالنسبه للنساء اللي عندهم انيميا واللي عندهم ضعف، تساعد الامتصاص في الامعاء فتمتص، تستفيد من الاكل. الحلبه جيده والله، والله يعني ماده عجيبه وماده يعني فيها معجزه بالنسبه للشفاء. البلاك سيد هي الحبه السوداء، والحبه السوداء كان يعني الان ظهرت ابحاث واعجاز، وعاد رجعوا للحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، الحبه السوداء شفاء من كل داء. فالمغاربه كانوا ياكلون يعني حتى قبل ما يخرجوا لنا هذه الحبه السوداء انها اصبحت الان يعني هي العصا السحريه. المغاربه كانوا ياكلون حبه سوداء كل يوم، 3 مرات في اليوم وخمس مرات في اليوم، لان النساء كانوا يعجن العجين ديالهم يعني الخبز، كان الخبز في المغرب بحبه حلاوه والساندويش بالحبه السوداء. كان هذه الحبة السوداء كنا نأكلها دائما، فهي اللي كانت تعطي مناعة للجسم وتقي الجسم من السرطان. فلما يعني توقفنا وغيرنا يعني طريقة الخبز، أصبح خبز يعني الآن صناعي عجيب يعني، وتركنا الحبة السوداء وتركنا هذه الحبوب الأخرى، من طبيعة الحال ظهرت أعراض. فيجب أن لا ننتظر المرض كي نأخذ حبة سوداء لنشفى، يجب أن نأكل حبة سوداء في النظام الغذائي كي لا تظهر أعراض، يمكن نسميه البريفانتيف، يعني يجب ان نحد من ظهور المرض وان نكبح ظهور المرض. السافرون يعني هذا الزعفران موجود في المغرب، هو يعني باهظ الثمن وموجود، هو ماده ضد السرطان. فالاشخاص المصابين بسرطان طبخوا لهم بزعفران، الطبخ ديالهم يكون فيه حلبه ويكون فيه زعفران، يكون فيه حبه سوداء، يكون فيه خردل، يكون فيه هذا الزريع الكتان، هذه الحبوب اللي تجيهم، يكون النظام الغذائي ديالهم دائما فيه زعفران ودائما فيه هذه الاشياء. وسترون ان بعد شهرين 3 اشهر سترون ان الحاله ستتحسن، ولو يكون تورم سرطاني ظاهر، ولو يكون التدي قد ازاله. ولكن انا لا انصح النساء بان يزيلوا التدي اذا ظهر في سرطان، لا انصح بالعمليه الجراحيه، لا انصح بها. ممكن للمرض ان يتراجع، ممكن اذا كان في الحد الذي لا يظهر فيه انتفاخ كبير يعني لا يظهر فيه يعني الم عند المراه، ممكن ان يكبح هذا السرطان وان يتراجع بشكل جيد. الاستراغالوس عرفتوها هذه يعني لفت المحفوره اللي كنسموها اللفت الحار، اللفت المحفوره، يعني هذا لو علم الناس ما فيه لكانوا يستعملونه كفواكه بعد الأكل، كان الناس كلهم يأكلونه يعني مذاق مر طبيعة الحال. نعم يضيفون شيء يوم الجمعة في الكسكس، يعني حبة أو حبتين في الكسكس، هذا يجب أن تطبخوا به دائما، أو إذا أن تأكلوه كل يوم. هذا هي الخضرة تكاد تكون على رأس الخضر الواقية من السرطان، هذا المادة هذه الأستراغالوس. يعني علي نأتي إلى المادة الطبيعية الأخيرة هي مادة العسل. والعسل الآن أصبح غذاء وليس دواء، لماذا؟ لأن لو بقي الناس يأخذون العسل للشفاء لكان المنتجون ينتجون عسل للشفاء، يبيعونه بثمن باهظ، لكن لا نشتري طن، سنشتري كيلوغرامين أو 3 وأنا يعني كذخيرة في الدار، لما تظهر أعراض نأخذ منها، سيكون للشفاء. أما لما أصبحنا نأكل عسل في الفطور وفي العشية، أصبحنا نأكل عسل، فأصبح المنتجون ينتجون العسل بكثرة، ولكن أي عسل؟ النحل يربى على السكر، والجبح يعني الجباح هذه الشهد من الشمع الاصطناعي البارافين، أصبحوا يشترون هذه الشهدة الاصطناعية يملأها. والعسل النحل يتسمم لما يأكل سكر أبيض، لما يأكل سكر يتسمم النحل، يتسمم، لا يعطي عسل بجودة عالية، لا يمكن، لأنه يتسمم يأكل سم. فيجب على النحل أن يستهلك العسل كي لا يمرض هو نفسه بعد ما يعطينا آنذاك عسل جيد. ثم هذا الشهد، فالنحل لما يعني يجمع الشمع ليصنع منه الشهد، فهو يضيف له مادة
مادة طبيعية تحفظ من الجراثيم وتحفظ من الحشرات ومن كل شيء. يا إخواني، إذا دخل فأر الجبح، الصندوق إذا دخل فأر يحنط لأنه ثقيل، النحل ما يقدرش يخرجه، يحنط الفأر، يحنط كي لا ينتن، كي لا يفسد ويصيب العسل. إذا دخل عقرب يحنط، مومي فيك يحنط النحل كي يدور به واحد القشرة ويحنط ويبقى هناك. إذا كانت حشرة خفيفة تقتل وترمى خارج الجباح. هذه فهذه الأشياء، يعني انظروا إلى المواد الحافظة داخل الجباح، مواد حافظة، ليس هناك ميكروب في الجباح، كل مواد الجباح طبية. الشمع امضغوه وابلعوه كلوه، الشمع جيد. والعلك الذي يسد به التقاب، اسمه العكبر أو البروبوليس، مادة طبيعية ضد السرطان وضد التهاب الكبد بي والسي، ضد التهاب الكبد البروبوليس. وكذلك غذاء الملكة، والبولين حبوب الطلع، والعسل كمادة أخيرة. يعني 6 أو 7 مواد من الجباح. والنحل نفسه، النحل نفسه دواء. إذا كانت نحلة ميتة في العسل تشمئزون منها ولا تأكلها، أي يعني يجب أن تأكلوا العسل بدود وبنحل ميت، نحل ميت جيد في العسل، لأن النحل نفسه هو دواء هو. وأخيرا لسعات النحلة أو سم النحل، لأن يعني النحلة لما تلسع كانت تخطف، يعني تأخذ الشوكة بسرعة، اترك الشوكة حتى تفرغ السم أولا ثم أزيلها، لأن هذا السم هو لقحة للجسم، هو شافي. ربما معنا الأخ كريم اختصاصي في هذا الميدان. والآن أصبح الناس على أيام نتكلم عن الشراء، أصبح الناس الآن حالات يعني استعصت عن الطب الآن تشفى بمواد العسل، لأن في الأخير الله سبحانه وتعالى: وأحاربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا من شجر ما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. يعني النحلة تجمع من أزهار عديدة والأعشاب الطبية، النحل يأتي بالأعشاب الطبية: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إذا كان الله يقول فيه شفاء وأنت تقول ليس فيه شفاء، معنى هذا أنك تكذب الله سبحانه وتعالى. أن الله يقول فيه شفاء، والعلماء يجمعون على أن فيه شفاء، لكن هل هو عسل أم ألا؟ فإذا كان العسل قريب من الطريق السيار، فالرصاص الدخان السيارات سيصيب العسل. وإذا كانت الأزهار مرشوشة بالمبيدات، فالعسل يأخذ مبيدات من هذه الأزهار ويأتي بها إلى العسل. إذا كان الشمع صناعي الذي مصنوع منه الشهد، إذا كان الشمع صناعي فالعسل سيتسمم، سيأخذ مواد خطيرة من هذه المكونات. فإذا كان العسل يعني طبيعي 100% وتيقنت بأنه طبيعي فهو فيه شفاء. لكن هذا الشفاء أنتم تعودتم على الشفاء العاجل، لما تحقن مثلا بينيسيلين أو أي شيء ثم تشفى بعد 24 ساعة ويومين، فالعسل لا يمكن أن يشفيك بعد أسبوع أو أسبوعين، هي 3 أشهر و6 أشهر أو سنة وسنتين. حالات من السرطان الآن يعني شفيت بعد 2 شهر وبعد 3 أشهر، هي حالات سريعة جدا، بعد 3 أشهر هي حالات سريعة، أما ربما 6 أشهر ربما سنة، تستغرق سنة لتشفى. المهم تشفى، وتشفى بحاجة طبيعية، ليس هناك أعراض جانبية. لأنك يعني لما تستعمل الكيميوثيرابي ولا تسمع الراديوثيرابي أو تسمع الهرمونوثيرابي للسرطان، فهي نفسها سرطان، هي المسببة للسرطان. الكيميوثيرابي مسببة للسرطان، أنت تداوي نفسك بشيء مسبب للسرطان. هذه أنا لا أنصح الناس بهذه الأشياء. فهناك طب بديل الآن، هناك طب بديل يقف عنه علماء كثيرون بدول أخرى الآن، يعني على الأقل يعني كانوا سباقين أشياء يعني لم يكتشفوها، هي موجودة في الطب النبوي، ولكن الآن بدأنا نرجع بطريقة محتشمة، لا زالت بعض الحالات الآن هي محتشمة، لكن إن شاء الله سنعمم هذه الأشياء وسيكون طب بديل لدي بعياداتي وبأطبائي كذلك وبطرقه العلمية الحديثة، وستشفى إن شاء الله كل الأمراض. لما لا؟ كل الأمراض بما في ذلك التهاب الكبد بي والسي والسرطانات والرب وكل الأشياء إن شاء الله ممكن أن نشفيها. فما نقول فيه شفاء فهو فيه شفاء، ولكن مختلفا، القرآن يتكلم عن مختلفا ألوانه، لأن اللون يتكلم عن المواد الطبية الموجودة في العسل. كلما كان العسل داكن فهو طبي. انظروا مثلا عسل القزبور، عسل القزبور يكون أسود وهو أعلى جودة من العسل، ثم يتبع بالعسل الداكن، ثم الأحمر ثم الأصفر ثم الأبيض. عسل الليمون يكون أبيض، الأوكاليبتوس يكون أحمر شيئا ما، ثم عسل الخروب أو أشياء يعني في الجبل التيكيوت هذا الزقوم يكون أصفر، يعني يكون أصفر يميل إلى البرتقالي وعسل جيد. هذا اللون يدل، هذا اللون يدل على يعني قيمة الشفاء الموجودة في العسل. ثم حبوب الطلع البولن، فهناك البولن الذي يجمع بالنحل
النحل الذي يجمعه ويملأ في الخلايا، وهناك البولن الذي يمكن أن يجمعه الناس. بعض المنتجين الآن يجمعون بولن ويبيعونه للناس، ممكن أن يعني السوق الآن موجود فيها البولن، لكن إذا كان البولن الذي يجمعه النحل، حبوب الطلع الذي يجمعها النحل يكون أحسن. أما حبوب الطلع الذي يجمعها الناس فليس فيها مواد من النحل، فهي أقل من المواد الأخرى. وممكن إن شاء الله نحن الآن نعلم بعض مربي النحل أن يجمعوا هذه المواد، وستكون نحن نعمل جادين ولا نريد جزاء ولا شكورا، والله لا نريد إلا وجه الله. سنعمل جادين إن شاء الله بأن تكون هذه المنتوجات في متناول كل الناس، وأن يجدوها في السوق، وأن يكون ناس أمناء، ناس أمناء. لأن يعني بعض الأشخاص إذا كان الأمر يتعلق بالعرض والطلب بالسوق بالأموال، فربما الناس يغشونها أو يستعملون حيل يتحايلون على المرضى، لكن نريد ناس أمناء هم الذين يتكلفون بالإنتاج ويتكلفون ببيع هذه الأشياء، ويكون الناس يعني لديهم ضمير ويفكرون في صحة الناس. هذه العلكة اللي اسمها البروبوليس، بالعربية المصريون يطلقون على اسم العكبر أو العلك، هذا هي مثل العلك لما تمضغونه هو علك يسد به تقب في الجباح، ويسد به كذلك الخلايا لما تملأ بالعسل. وهو غير موجود الآن في السوق إلا لما نحن نحصل عليه، لأننا نحصل عليه طريقة أشخاص هكذا لأنفسنا أولا، كمية ضئيلة 100 أو 200 جرام لأنفسنا، لكن إن شاء الله سنعمم هذه الأشياء، ما يمكنش نشافي أنفسنا ونخلي الناس. فأنا ليس الآن ليس معي بروبوليس، ولو كان معي 10 جرامات لكنت أعطيتها للناس، لكن قد نحصل على بعض الكميات لما يعني نحتاجها. يعني الآن بعض البياطرة الآن تطوعوا ليجمعوا هذه المادة، حتى أن يعني ربما نشجعهم بثمن عالي، يعني ثمن غالي، نشجعهم وندفعهم لينتجوا هذه الأشياء مع العسل، ينتجون عسل وينتجون كذلك عكبر، لما لا؟ وربما إن شاء الله تكون هذه المادة في السوق في القريب، في الموسم المقبل إن شاء الله. لا هذا الريزين، لا هذا العكبر، العسل هذا العكبر هو النحل يجمعه من الشجر ليس من النبات، من الشجر بالخصوص، ويسد به لأنه أمبير مية، ما كيدخلش الماء وما كيدخلش الهواء، كيسد به التقب وكيسد تقب جيد، ما كيدخلش الماء، أمبير مية العلك. ومن اللي كتمضغه عنده رائحة طيبة، رائحة زكية تخرج من الفم، نعم لون ديالو بني بحال هذا اللي شفتيه، هو هذا، وهو جيد لتسوس الاسنان، ويعني ممكن ان تاكل مباشره، يعني تمضغ وتبلع شيئا ما شيئا، يعني بعد نصف ساعه وبعد ساعه تكون بلعت كل هذه الاشياء. يعني في نفس الوقت حتى الاشخاص يعني عليهم المدمنين على العلكه الامريكيه ممكن ان يمضغوا هذا، فهو جيد في المضغ اذا كانوا ابتلوا بالمضغ، ممكن ان يمضغوا هذا، فريه فيه رائحه زيكيه فيه.